اهلا بيكم وحلقه جديده من طبيب الرحمه اللي هو الموسم الثالث من 60 شهور. النهارده هنتكلم عن طائر جميل لما تشوفه تحس كده بروح حلوه وتحس بجمال، وهو طائر اسمه ايه؟ الحمام. طب ايه حكايه الحمام يا جماعه؟ نبتدي طبعا عشان احنا في شهر رمضان ونتكلم عن رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد وصديقه ورفيق دربه سيدنا ابو بكر الحمام. لو انتوا فاكرين قعد قدام الغار وعمل العش بتاعه الناس، فالناس افتكروا ان الرسول مش هنا، وكان سبب ان هم المشركين ينصرفوا عن الرسول ويكمل الطريق بتاعه. لما نيجي نفتكر الحمام لازم نفتكر الجمال ونفتكر السلام. طب هتقول لي ليه عملوا الحمام وسموه هو رمز السلام؟ هقول لك ليه في قصة جميلة جدا جدا اتحداك تكون سمعتها قبل كده. ما تيجي نطلع فاصل ونرجع اقول لكم ليه خلوا الحمام رمز السلام. الحمام هو رمز السلام. ليه؟ كان زمان يا جماعة في ملكين، الملكين دول كانوا بيتخانقوا مع بعض، داخلين في حرب كبيرة جدا، ده مع جيشه وده مع جيشه. قبل المعركة راح ملك من الملكين دول يجيب السلاح بتاعته والخوذة، لقى الخوذة بتاعته حمامة بيضة جواها عاملة العش بتاعها زي ما أنا بالظبط عندي، والله عندي حمامة عاملة عش عندي في البيت، مش راضي أشيله عشان ما أذيهاش. الراجل ده عمل نفس الموضوع، فقعد بدلا ما يأذي الحمامة ويشيل العش بتاعها قام رايح ساب الحاجة بتاعته وطلع للحرب من غير العتاد بتاعه عشان ما يأذيش الحمامة، خصوصا ان السيف بتاعه كان تحت الخوذة والخوذة كانت جواها الحمامة والعش. لما راح للملك التاني، الملك بصله لقاه من غير السلاح، قال له ايه ده؟ استغرب جدا، قام رايح عمل طلب نيجوشيشن، طلب تفاوض مع هذا الملك، فقام جابه قال له يا اخينا انت داخل حرب ومش معاك لا خوذتك ولا سلاحك ولا في عتاد، انت ليه عملت كده؟ قال له، حكى له الحكايه ان هو مرضاش يأذي الحمامه ومرضاش يشيلها من الخوذه بتاعته، وهو ده السبب ان هو ما طلعش بالعتاد بتاعه. وكان نتيجه الموضوع ده ان الحرب اتلغت وعملوا اتفاقيه سلام كبيره. طب نيجي نشوف ايام سيدنا وحبيبي سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام كان بيبعت حمامة من بين، انت عارفين طبعا سيدنا نوح اما حصل الطوفان وغرقت الارض كان هو عمل السفينة وخد من كل نوع اتنين ذكر وانثى، فخد من الحمام كذلك. كان سيدنا نوح بيستخدم الحمام استخدام جميل جدا، كان بيبعت الحمامة كل شوية عشان تشوف اذا كانت فيها يابسة قريبة ولا لا. طب كان بيعرف ازاي؟ لما الحمامة رجعت له بغصن شجر زيتون عرف ان الشجر بدأ يظهر وان اليابسة قربت، وفرح جامد جدا وكافئ الحمامة نظير هذا الخبر. الحمام في اليونان والهند وبالذات الحضارة اليونانية القديمة العريقة اليونانيين بيعشقوا الحمام، وكان دايما انتوا عارفين اليونانيين كانوا عندهم اسطورة اسمها افروديت كانت بتظهر مع حمامات بتطير حواليها. الاساطير دي اتقالت ايه؟ ان افروديت والشقيقات بتوعها السبعه كانوا اصلا سرب من الحمام، وقالوا كمان ان الحمامه دي في اليونان في العصر اليوناني والاساطير قالوا ان الحمامه هي وثيقه الصله بالحب والصفاء والنقاء. في الاساطير الهنديه كانوا بيقولوا ان الهه الحب كانت بتطير على ظهر الحمام. تيجي نشوف أجدادنا العصر الفرعوني. العصر الفرعوني كان بالنسبة لهم الحمام
بيربوه في كل حتة، وكانوا بيعملوا أبراج من الفخار والطين، وكانت الأبراج دي لغاية وقت مصر الجديدة موجودة، ولغاية النهاردة بقت عادة عندنا بنعملها من الفخار والحاجة، نفس الحضارة الفرعونية بالظبط. طب المصريين علاقتهم إيه بالحمام؟ طول عمرهم بيعشقوهم، طول عمرهم بيربوا الحمام وبيرسموا الحمام ورسموه على جدران معابدهم وعلى المقابر بتاعتهم. والحمام يا جماعة له استخدامات كتير جدا غير ان هو بيتاكل. هتقول لي ايه اكتر استخدام للحمام؟ اكيد انت عارف وجاوبتني من غير ما تقول. هقول لك اكتر استخدام للحمام هو المراسلات اللي هم سموه الحمام الزاجل. في حكاية جميلة جدا، كان في احد السلاطين في افريقيا كان بيحب فاكهة الكرز، عارفين الكرز يعني الكريز، كانوا بيسموه الكرز اللبناني، وقال لاصحابه، قال مش الحاشية بتاعته، يا جماعة انا عاوز الكرز ده في اسرع وقت ممكن. فاجتمع علية القوم وبدأوا يفكروا يجيبوا ازاي الموضوع ده، والحقيقة استخدموا الحمام الزاجل ساعتها، بعتوا لغاية البلاد اللي فيها الكرز بسرعة، وكان الحمام ده جه بسرعة والملك اتبسط وكال الكرز وتمت المهمة بنجاح. اول واحد استخدم الحمام الزاجل في العالم هم العرب. هتقول لي يعني مش أوروبا؟ أيوة مش أوروبا، مش أي حد خالص. طب مين بقى؟ مين في العرب؟ والله كتب التاريخ بتقول أهل الموصل هم أول ناس استخدموا الحمام ده. والحمام الزاجل كمان استخدم في عهد الأمويين والعباسيين في نقل الأخبار بين بغداد ودمشق وحلب والإسكندرية وشتى الأراضي اللي كانت بتتبع حكمهم. نتج عن ده إيه؟ إن هم أسسوا للحمام الزاجل ديوان خاص اسمه زي البريد بتاعنا دلوقتي، سموه ديوان البريد. والموظفين وسجلات الحمام في الحروب استخدم أكثر من 100,000 فرد حمام زاجل في الحروب، ونقلوا مئات الآلاف من الرسائل بنسبة نجاح قد إيه؟ حضرتك مش هتصدق، 95%. أول موقف حصل كان سنة 1918، وكان ده بعد اقتراب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكان في حصار ل 194 جندي من الجنود الأمريكان من القوات الألمانية، بس الألمان كانوا شايفين نفسهم شوية الوقت ده، وحصروا الجنود الأمريكان، والجنود الأمريكان لا معاهم لا لاسلكي ولا معاهم أي وسائل تواصل، وقعدوا يفكروا نعمل إيه نعمل إيه، مفيش أي حاجة تانية خالص، فلقوا إن هم لازم يجيبوا نجدة سريعة. فبدأوا يستخدموا إيه؟ راحوا استخدموا الحمام الزاجل، أرسلوا حمامة، الحمامة دي مشيت 25 ميل في 25 دقيقة. الغريب بقى خدت طلقة وهي بتعدي فوق الجيش الألماني، ومع ذلك كملت لغاية ما عدت ووصلت للقاعدة بتاعة النجدة وأنقذوا كل الجنود الأمريكان. الحمامة شير إيمي اللي بقول لكم عملت الدور البطولة في الحرب دي، أول ما ماتت سنة 1919 حنطوا جثتها وبدأت تعرض في متحف كبير في أمريكا. طب تيجي نشوف موقف تاني للحمام الزاجل. كان ساعتها الموقف ده أبطاله هم القوات الفرنسية، كان ساعتها ألمانيا داخلة بتقتحم باريس، فالقوات الفرنسية معرفوش الفرنسية عاوزين ياخدوا مساعدة، فعملوا إيه؟ بدأوا يبعتوا بالحمام الزاجل في كل حتة. والحقيقة الحمام ده قام بمهمته على أكمل وجه، ده عملوا محطات إرسال للحمام الزاجل في كل قاعدة، عملوا أكتر من 72 بيت للحمام في كل معسكر حربي، واعتبروا الحمام ساعتها جندي من جنود المعركة، والحقيقة الحمام رفع رأسه. شوية معلومات عن الحمام. الحمام منتشر جدا ومتوسع في كل بقاع العالم. الحمام فيه منه أكتر من 300 نوع، طوله بيتراوح من 18 ل 40 سنتي. الحمام عنده ريش ملون بعدد من الألوان، مش شرط لون واحد، يعني فيه لون أصفر، في برتقاني، في اسود باهت، في بني غامق، في احمر، في وردي. والحمام عنده منقار طويل. ليه المنقار ده؟ عشان يبتدي ياخد منه الحبوب ليأكلها وياكلها بسهوله. طب الحمام بيمتاز بايه بقى؟ الحمام عنده مميزات كتير جدا هقولها لكم ببساطه. اول حاجه سهل جدا تربيته في المنزل. ثاني حاجه قدرته على مقاومه الامراض اقوى بكتير جدا من باقي الطيور. طب ثالث حاجة بيقدر يتكيف مع كل تقلبات الجو. طب رابع حاجة أكله سهل جدا، تقدر تأكله حبوب زي القمح زي الشعير زي الذرة زي العدس زي الرز، وبرضه بياكل لو أنت جبت شوية عيش وطحنته تقدر تأكله له. طب الحمام اللحمة بتاعته عاملة إزاي؟ هي لحوم ذات طابع خاص ومذاق خاص، وليها طبعا
انتوا عارفين استخدامات قوية جدا بتدي صحة وفحولة للإنسان. في كمان بيقولوا ان الحمام فضلات بتاعته بتستخدم كسماد للأرض. لما الحمام بيموت وبيتحلل في الأرض بيفيد الأرض وبيبقى من أحلى أنواع الأسمدة. يعني حتى وهو عايش حلو وهو ميت حلو وهو بتربيه حلو. لو حضرتك شفت حمامة في الحلم معناها إن حضرتك هتحب يا فندم، معناها إن حضرتك هترتاح يا فندم، معناها إن طموح حضرتك قرب، وإن الحمامة دي جاية تقولك إن أنت على وشك توصل إن شاء الله لطريقك. طب لو واحد شاف حمامة في الحلم بتبكي من الحزن، ده معناها ايه؟ يا اما في حد حزين جدا حواليك، انت احد افراد عيلتك، او معناها ان في وفاه لاحد افراد اسرتك او حد تعرفه من اصدقائك. عشان كده النهارده كانت وجبتنا او كبسولتنا عن الحمام، وطبعا اكيد كلكم استمتعتوا بالمعلومات ديت، لان الحمامه زي ما قلنا لكم هي رمز السلام ورمز الحب ورمز الراحه ورمز كل حاجة حلوة. نشوفكم بكرة مع حيوان جديد و60 شو طبيب الرحمة في شهر الرحمة. انتظرونا.